السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فطائر مشهدين بمكونات بسيطه وطريقه مبسطه، ما كياخذوش الوقت وما فيهم حتى مجهود باش توجدوهم. فما تنساونيش باللايك للتشجيع وضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك. وغادي نحتاجو كمكونات جوج كؤوس دقيق أبيض، نعبره بأي كأس عندنا، وجوج كؤوس سميد رقيق، السميدة الرقيقة اللي كنصيبو بها الحرشة أو البسبوسة، حتى هي جوج كؤوس، وغادي نضيفوا لهم نصف ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره مملوءه جيدا خميره الخبز، وملعقه سكر او عسل، تستعملوا العسل او السكر، صاشي خميره كيميائيه بيكنج باودر 7 غرام، بيضه، وكاس الى ربع حليب. غادي نديروا القليل من الحليب ونكملوا بالماء. غادي نحتاجو 3 الكؤوس وربع ماء دافئ. اي حاجه كتكون فيها الخميره وباغينها تخمر كنستعملوا الماء دافئ. الماء غادي نضيفه تدريجيا وانا كنخلط باش يبان لكم القوام. دابا ضفت الكاس الثالث وغادي نضيف ربع الكاس لان السميده كتشرب فكتحتاج الماء. صافي غادي ناخذ الخلاط ونخلطوه جيدا. تقدروا ديروه حتى في الكاس، الخلاط اللي بالكاس ديروه في الخلاط وتخلطوه، وغادي نغطيوه جيدا ونديروه في مكان دافئ ونخليوه يخمر. الوقت على حساب الجو، من ربع ساعه تقريبا حتى النصف ساعه، المهم حتى يخمر. كيف كتلاحظوا كيفاش كيولي صافي. غادي ناخدو مقلات، غادي ندهنوها بالقليل من الزيت وكننقصو النار جيدا صافي، وكنخليوها تطيب على خاطرها، كنحمروها من الجهتين. انا هنا استعملت مقلات شويه كبيره، تقدروا تستعملوا غير مقلات صغيره وكيجيو صغار وزوينين، كيبقى لكم الاختيار صافي. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نطيبوا الكميه اللي عندنا كامله، غير ضروري تنقصوا النار باش يجيكم محمرين وزوينين صافي. كنزينوهم بالزبده والعسل او الشوكولاط او اللي بغيتو، كيجيو رائعين، كيجيو خفاف ومشهدين. فلا عجبتكم وصفه اليوم ما تنسونيش باللايك للتشجيع، وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب.